اهلا بكم. انتوا اكيد سمعتوا عن الصورة المشتركة اللي طلعت لمحمد رمضان والفنان الاسرائيلي عمر ادم. بصراحة مش هقول لكم اننا محبطين، لكننا نستغرب. هي حاجة غريبة ومضحكة ان الصورة بسيطة مع شخص اسرائيلي بتسبب كل الهيصة والضجة العالمية دي. لحد امتى كل الناس دول اللي بيعارضوا اي علاقة مع إسرائيل هيفضلوا متمسكين بالشعارات دي بتاعتهم اللي ما فيهاش فايدة؟ لغاية إمتى هيفضلوا متخندئين بإيديولوجيتهم بتاعت الخمسينات والستينات؟ مش ملاحظين التغييرات الإيجابية اللي بتحصل؟ مش شايفين إن في لقاءات وحوار وتعاون؟ أنتوا مش شايفين حواليكم؟ مش خلاص بقى؟ مش كفاية؟ أنتوا خايفين من إيه؟ احنا متفهمين لتضامنكم كعرب مع القضية الفلسطينية بصراحة، لكن انتوا فاكرين بجد ان الانتقاد ده على محمد رمضان اللي تصور مع عمر ادم هيخدم الفلسطينيين؟ ده اللي هينقذ فلسطين؟ انتوا بجد فاكرين انه لما ملاكم او لاعب جودو مصري بيرفض مسافحة ايد نظيره الاسرائيلي ان ده هيخليه يبقى بطل شعبي؟ فوقوا، اصحوا، ايه النوم في العسل ده؟ احنا في سنة 2020 واسرائيل تعيش بسلامة 4 دول عربية وتقيم علاقات واتصالات مع اغلب الدول العربية. احنا مش في سنة 56، انتوا بقيتوا اقوى من الاول. بس احنا مش قلقانين، احنا عارفين ان في ملايين من مصر والعالم العربي اللي تعبوا من الاسلوب القديم والكلام المستفز، لكنهم قاعدين ساكتين واسبابهم معاهم. احنا عارفين انهم موجودين لانهم بيبعتوا لنا رسائل تفرح القلب. احنا متفائلين ان قيم السلام والتنميه والانفتاح الفكري هتغلب في النهايه، واحنا صابرين ومش مستعجلين. محزيك لفناي اسمخ של האום New World Order UN Agenda. אני אומר לכם ישר את התרגום. סדר עולמי חדש של האום בין השנים 2021 עד 2030. לא תאמינו מה שתשמעו. תתכוננו. קחו אוויר, תנשמו, ואל תתייאשו. יש אלוהים למעלה. דבר ראשון, בין השנים האלה תהיה ממשלה עולמית אחת. מטבע עולמי חסר מזומנים, בנק מרכזי עולמי, צבא עולמי אחד, סוף הריבונות הלאומית, סוף כל הריבונות הלאומית, סוף כל הרכוש בבעלות פרטית, סוף התא המשפחתי, סילוק אוכלוסין, שליטה בגידול האוכלוסייה וצפיפות האוכלוסייה, חובה מרובה בחיסונים, הכנסה בסיסית אוניברסלית, הכוונה משכורת צנע, השתלת מיקרוצ'יפ לרכישה, נסיעות, מעקב ובקרה, יישום מערכת אשראי חברתית עולמית כמו שיש לסין, טריליוני מועמדים המחוברים למערכת הניטור G5. انا بس كنت عايز استفسر من حضرتك على كذا حاجه كده لو في امكانيه. الاول، القضيه بتاعت الفنان محمد رمضان وصلنا فيها لايه؟ دي ان شاء الله منظوره قدام القضاء الشهر ديسمبر اللي جاي. ممتاز. هيبقى في اللي هو تقرير الخبراء، هيتقدم تقرير الخبراء وبعد كده الحكم. ان شاء الله. يعني لسه ما فيش حكم نهائي، لان كان في حكم بالحبس سنه وبعد كده تم الغائه. دي قضيه مختلفه عندي.
حضرتك كنت رافع عليه كام قضيه؟ ده كان عن قضيه سب وقذف، ان هو يعني تطور في الكلام شويه. لكن اللي حضرتك بتتكلم فيها دي قضيه تانية. دي قضيه تانية. طيب ممتاز. طبعا تعليقك ايه على القرار بتاع النهارده ايقاف محمد رمضان عن التمثيل؟ الناس ربطت موضوع حضرتك بموضوع محمد رمضان دلوقتي. والله يا عبد الرحمن اللهم لا شماته، مش ماتش بحد خالص، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ما يتم، لكن انا لا اشمت فيه ولا في غيره، لا تمام حي ولا ميت الحمد لله. يعني استقبلت الخبر ازاي او الخبر جالك ازاي؟ والله من اصدقاء زيك كده، واخد بالك، يكلموني ده في خبر كذا نزل من 10 دقايق، ده في معرفش ايه كذا كده يعني. بس يعني كل الكلام ده والله يا عبد الرحمن ما يثيرش فيا لا حقد ولا حاجه ولا فرح ولا كلام من خالص. حضرتك يا كابتن شخصيه محترمه واتعرضت لظلم واكدت مع حضرتك قبل كده، فعشان كده كان رد الفعل اللي حضرتك بتقول لي عليه دلوقتي. ربنا يخليك. يعني شايف التصرف بقى نفسه، تعليقك ايه على التصرف نفسه بتاع محمد رمضان اللي ادى للنتيجه وهي ايقافه عن التمثيل؟ والله بص، اصل يعني احنا مش عايزين نتكلم في سياسات دول وكلام من ده وبتاع، لكن احنا كمصريين احنا نرفض التطبيع بالشكل اللي هو عايزه ده. تمام. علاقاتنا السياسية واحتياجات الدول لبعضها دي بتحتم عليها بعض الظروف اللي هي ممكن ما تسمحش بيها في أوقات تانية. مظبوط. لكن انت مصلحتك وظروفك بتحتم عليك تعمل كذا، لكن مش معنى كده ان انا كشعب مصري، واخد بالك، انصهر في بوتقة مش بتاعتي. انصهر مع ناس انا بيني وبينهم مش موضوع القضية الفلسطينية، بيني وبينهم دم. بالظبط بالظبط، ده اللي اتكلمنا فيه. ده احنا بنتكلم في 67 و73 وحاجات من عمرها التاريخ ما بينساش. بالظبط كده. لكن هو الاصعب والاغرب ان هو كان بينكر اصلا ان هو يعرف ان في اسرائيليين في الحفله. لا ما ده كلام، وده كلام يتقال يعني. يعني هو مش عارف انه رايح حفله اساسا معموله اسرائيلي، وان اللي فيها كلهم اسرائيليين، وان الغنى اللي بيتغنى جوه كلها اغاني مشهوره اسرائيليه. لا ده كلام، لكن معلش هو يعني الله يكون في عونه بقى. هو كان في تخبط لدرجه ان هو اكد في بوست النهارده، اكد الكلام ان هو فعلا كان عارف ان هي اغنيه اسرائيليه، فكان بيقول انا ما كنتش هروح الاسانسير وعيط، يعني ما كنتش عارف اسيبهم ازاي. ده كان تعليقه فعلا لسه من نص ساعه. والله ما هو اصل التعليق ده ممكن ان انا في حواليا مستشارين يقولوا لي قول كذا وما تقولش كذا. او لما الموضوع كبر وعلي، واخد بالك، ما انا لازم الاقي خرم ابره اطلع منه. فالمستشارين اللي حواليا بقى يقولوا لي لا انت قلت كذا غلط، انت قلت كذا صح، قول كذا ما تقولش كذا. عسى ان اللي انا هقوله ده، واخد بالك، يقلل شويه الضغط الحدث. انما هو الحدث طبعا اللي عمله، يعني الله يكون في عونه. القرار اللي هو ايقافه لحين انتهاء التحقيق معه، ده قرار النقابه. ده قرار النقابه، واخد بالك، بس نقابه الصحفيين، واخد بالك، عملت ما هو اقصى من ذلك. عملت ايقاف اي نشر اي صور او اي اخبار عن محمد رمضان. ودي خساره جامده ليه اكيد، يعني اكيد حاجه هو مش نايم منها دلوقتي. دي مش شويه اصلها. حضرتك شايف ان نقابه المهنه التمثيليه لما هتحقق معايا، هل هيستمر ايقاف محمد رمضان ولا هيبقى الموضوع لتهدئه الاجواء دلوقتي؟ اعتقد ان الجواب الثاني هو الاصح، لتهدئه الراي العام. ايوه، لان هو له علاقاته بالوسط الفني وله مريدينه، واخد بالك، هيحاولوا ان هم يخففوا وطئه الحدث، بحيث ان الابزوربنج، عمليه امتصاص للموضوع يعني. بالظبط بالظبط، لكن نتمنى ان القرار بتاع الايقاف يتم تفعيله. الله غالب. لان التصرف، لا بنتكلم بعيدا بقى عن العواطف، وبعيدا عن كذا وبعيدا عن كذا او الخلافات، يعني لازم ناكد ان اللي حصل مش صحيح اطلاقا يعني، والمجتمع كله رافض الموضوع، وشعبيه محمد رمضان نفسها في عين الناس يعني خلاص ما بقتش موجودة او اهتزت او قلت. ما احنا زي ما اتفقنا قبل كده ان الصورة اهتزت او رافضينه هي طبقة المثقفين اللي فاهمين،
انما هو له طبقه عريضه جدا جدا من ال انت عارف بقى السنج والمطاوي والكلام ده، في له طبقه مؤيده كبيره. مظبوط مظبوط. بس هم بس بعد الموقف ده اعتقد ان هم كمان خدوا موقف ان هم رافضين كل ده. والله يا كل الله اللي يعني حصل قدر الله ما شاء فعل، وزي ما بقول لك اللهم لا شماتة. اكيد طبعا. وهو ايقاف المسلسل كمان، ايقاف المسلسل ليه في رمضان اللي جاي ده تم تاكيده، دي ما فيهاش نقاش. دي خساره جامده ليه بالك، وربنا يكون في عونه ان شاء الله. يا كابتن احنا متابعين معاك، وان شاء الله بالتوفيق ليك ان شاء الله. والقضيه كمان بتاعه القضيه كمان بتاعه الشغل ان شاء الله حضرتك يكون فيها اجراء، وان شاء الله ترجع لعملك يا رب. نفسي نفسي ان هي تنتهي بقى كده. عملت ايه فيها؟ طيب وصلنا لايه فيها؟ ولا حاجه، هو هي اتحولت للخبراء. الخبراء هيدوا رايهم الشهر الجاي والشهر اللي جاي ده. والحكم هيكون يا الشهر الجاي اللي بعد ان شاء الله. بعودة حضرتك للعمل او عدمه يعني؟ لا لسه، لا مش عودة العمل. عودة العمل دي مع وزارة الطيران، انا مقدم التماسات للوزير واخد بالك، وما جانيش رد لغاية دلوقتي. تمام تمام. عموما بالتوفيق ان شاء الله لحضرتك، وان شاء الله الازمة اللي حضرتك مريت بيها حاليا والمشكلة تتحل وترجع لعملك وكل شيء يكون على ما يرام باذن الله. امين يا رب، امين يا رب ونعم بالله. شاكرين جدا لحضرتك يا كابتن. كابتن اشرف ابو اليسر، شاكرين جدا لحضرتك يا كابتن. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه.